مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. اليوم بدنا نحكي عن نهار الاربعاء. الابراج الهوائيه بدها تكون رائعه، فكيف اذا شمس موجوده، قمر موجود، عطارد موجود، زهره موجود، مشتري موجود، قديش الابراج الهوائيه بدها تكون محظوظه بهيدا النهار؟ كيف عم تتفاعل هالكواكب كلياتها وكيف بدها تاثر عليكم يا احبائي؟ الجوزاء، الدلو، الميزان، وكمان الحمل وبرج الأسد، وأكيد عنده حصة كتير كبيرة رح يكون مولود برج القوس. لازم يعتمد على الحظوظ بكرة لأنه الكواكب كلها عم بتكون بالبيت السابع. وأكيد رح نبدأ ببرج الحمل. الحمل أنا بقول لك نهار ناشط بقوة، بتتفاعل مع الكل، بتقدر تاخد حقك وبتقدر تقدم على أي عمل، بالنشاطات، بالاجتماعات، بالامتحانات يبدعون الطلاب. وفي عندك أي مسائل صعبة أنت يلي بتقدر بهيدا النهار تحلها. بالأعمال في تبديع، بالشراء، بالبيع، بالتحديات، بالمنافسات، لا خوف عليكم. حتى بتطالك المصالحات، المكاسب المالية بتطالكم، أموركم تتعلق بالسفر، يمكن في عندك سفر، يمكن عندك تنقلات عديدة بالسيارة، خبرية حلوة، مفاجأة سعيدة، شو بدي خبرك بعد؟ قول الله. أما مواليد برج الثور، أنتم من الأبراج يلي في أمور تتعلق بالمال، دعوة، خبرية تتعلق بوظيفة، مكسب مالي. البعض يمكن يكون عنده ترقيات، البعض يمكن عنده بونس، البعض يمكن يكون عنده حل لمسألة مالية. بتنشطوا بهيدا النهار بتحركاتك بالعمل وبتقدر تحل أي مسألة عالقة مالية مولود برج الثور. ومن ناحية تانية بتمنى عليك بهيدا النهار ما تغامر كتير بأموالك، ولكن بدك تسمع أخبار مطمئنة، ويمكن عندك دعوة أو عزيمة تندعى عليها. يا أنت عازم أو معزوم، في أكلات طيبة بدك تاكلها، خلينا نتشارك مع بعض. أما مواليد برج الجوزاء، الله عليك الجوزاء، طولي بالك، القمر داخل لعندك، الكواكب كلها عندك، فأنت تعد من أقوى الأبراج، من أسعد الأبراج، من أنجح الأبراج. لازم تتحرك بهذا النهار بأي إطار، تعمل بدايات جديدة، تعمل مصالحات للعقود، للسفر، لتخليص وراء، للعلاقات، أي بداية بدك تعملها. في مفاجآت سعيدة بتطالك، وما تنسى أنه الغزل بده يطالك، الإطراء بده يطالك، يمكن حدا جاي يعتذر منك، الاعتذارات بتطالك يا مولود برج الجوزاء. وبتمنى عليك بهيدا النهار تتفاعل مع كل محيطك، لأنه نهار يعتبر فعال، يعتبر مثمر، يعتبر من أجمل الأيامات من هيدا الشهر. وما تنسى بعد بكرة أحلى، فبتمنى عليك، قول الله والله معك. أما مواليد برج السرطان، بتمنى عليكم يا أحبائي السرطان هيك شوي ترتاحوا من بعض الأمور الضاغطة عليكم، ابتعدوا شوي عن التحديات وعن المشاكل. ما في شيء سيء، ولكن ما تغامروا بشيء، ما تجسفوا بشيء، ما تفوتوا بمشاكل. ومن ناحية تانية ما تعتمد على الحظ، اشتغلوا فقط الأمور الروتينية اللي أنتوا فيها، اسمع وتبدأ أنتك الطرشة، ما تفوت بجدال أبداً لأنه مش من مصلحتك. هلأ بنطول بالنا، وخلال يومين بيرجع، يومين ونص بيرجع بيدخل قمر لعندك، ونقول له أهلا وسهلا. أما مواليد برج الأسد، الأسد نهار رائع بالتحركات، بالعلاقات، بالسفر. يمكن يكون في عندك اتصال من صديق بفرح لك قلبك بخبرية حلوة، بده يساعدك بأمر معين، بتسمع أخبار مطمئنة عن أصدقائك. اليوم تتحرروا من القيود، وهيدا نهار فعال بالعمل، فعال بالدراسات، ناشطين بكل الأمور. وكأنه مولود برج الأسد بيشعر بحالة من الراحة النفسية، ومن ناحية تانية صحية بترتاح. وفي أمور تتعلق بالصحة بتريحك، أخبار صحية بتريحك من ناحية أولادك، من ناحية محيطك أو من ناحيتك لإلك. فمواليد برج الأسد نهار كتير حلو، حتى عاطفيا بتكون الأمور رائعة. أما مواليد برج العذراء، برج العذراء بتمنى عليك بالعمل، تشتغل قد ما فيك، تبدع، تفرجي مهاراتك، تفرجي إبداعك. إذا عندك انترفيو كون قد المسؤولية، خلي ثقتك بنفسك كتير كبيرة، وكون مندفع.
واي لقاء اي شيء بدك تعمله ما تخالف القوانين، كون منظم، كون محضر حالك، خليك جاهز لكل شيء، لانه هذا نهار مثل ما نقول بتقدر تساعدك. ما تنسى الشمس والقمر اثنينات والملك والملك اثنينات والمتحدين ببيت العمل، ببيت الشهرة، ببيت السمعة. قد ما فيك بروز حالك لسمعتك يتضوع عليها، وبالناحية تانية ما تخالف القوانين، حسن علاقاتك مع كل الناس الأكبر منك بالسن والأمور بتكون لصالحك. أما مواليد برج الميزان، الميزان الأمور رائعة على صعيد العمل، على صعيد السفر، على صعيد تخليص أوراق، على صعيد الاتصالات البعيدة، أخبار مطمئنة، بدك تسافر يمكن، شو عرفتني، ما الله أنتو هذا الشهر شهر ما شاء الله كله سفريات. فالميزان حتى الأمور العاطفية حلوة، يمكن يكون عندك مفاجأة سعيدة، أمور تتعلق بأوراق عالقة بتظهر، بتسمع فيها عقود، دراسات خارجية، مؤتمرات، حوارات، كل أمور بدها تكون حلوة، وحتى بالدراسات بتكون تبدعوا مواليد برج الميزان. أما مولود برج العقرب، العقرب ترتاح نفسياً صحياً، المصالحات بتطالك، المكاسب المالية بتكون من نصيبك، أرباح بقضايا قضائية وحتى بأموال يمكن كانت عالقة بترجع لك، ديون يمكن بدك تسدد ديونك، البعض يمكن عنده ناطر كارد من البنك لحتى يستثمر أمواله، بتقدر تاخد هذا الكارد. أمور تتعلق بعلاقة مالية مشتركة تنحل هالأمور. ومن ناحية تانية مواليد برج العقرب يعني ارتحتوا شوي والأمور بدها تصير بعد أحلى وأحلى. أما مواليد برج القوس، أنتم من الأبراج يلي بتمنى عليك بهذا النهار تحسن كل علاقاتك، يمكن يكون عندك مثل مصالحات بهذا النهار، عليك أنك تكون هادي، تفرغ كل طاقتك، تحكي كل ما في داخلك من مشاعر، من أمور محصورة بقلبك، يمكن عندك عتب تقدر تحكي بس من دون انفعالات، تقدر توطد علاقتك، تقدر تلاقي شيء بيجمعك مع الحبيب، يمكن يكون في حوارات بينك وبين الحبيب بأمور تتعلق بمستقبلكم، ببولادكم، بأعمالكم، حتى الأمور العملية لازم تكون مرتاح بهذا النهار وتحل الأمور كلها، والقضايا القضائية بتكون لصالحكم مواليد برج القوس، بس هدوا النفوس والأمور بتمشي. أما مواليد برج الجدي يمكن تسمع بخبر حلو يتعلق بعملك، أمور تتعلق بصحتك، في شيء بده يتضوى عليه، في شيء بده يظهر، أخبار، مضويات، مشاريع، رد خبر، عندك شغل كتير، ركض كتير، تقدر تلحي، اعمل جدول لتنظيم أعمالك وما تلتهي بإشياء ما إلى طعمة، يعني خلص الأمور المهمة اللي مطلوبة منك، وحتى إذا في عندك نزلة على السوق، إذا تخليص أوراق، هول كلهم بدك تعملهم وتنجزهم، ما تخلي الأمور تتفاقم عليك أكثر وأكثر، وانتبه لصحتك بهيدا النهار وما تعب حالك كتير، وأكيد طلب المساعدات من البعض. أما مواليد برج الدلو من الأبراج اللي بدنا ندللك ونغنجك، لأنه هيدا النهار كتير حلو عاطفيا، كتير حلو حتى بالأمور المالية، يمكن عندك هدية، البعض عنده مصالحات، البعض يمكن بيجتمع مع الحبيب، في رومانسية، في أحاسيس جياشة عم بتكون عم تتفاعل بداخلك لا تكون مع الحبيب، أو يمكن عندك حب جديد، البعض في عنده رواء، صحيا بتكونوا مرتاحين، عاطفيا مرتاحين، بتدوع على مواهبك بالعمل، حتى الأمور اللي بتتعلق بولادك بتلاقي حالك يعني عم تتقرب من الأولاد أكتر وعم بتتفاعل معهم وعم بتساعدهم بأي اتجاه إن كان بدراساتهم حتى بطالك المصالحات. أما مواليد برج الحوت، أنت من الأبراج يلي فيه أمور تتعلق ببيتك، مناسبة سعيدة بقلب البيت، نقلة للبيت، ابتعد عن الخلافات بينك وبين العائلة، بصير فيه مصالحات، وبتمنى عليك مولود برج الحوت ما تكون دبلوماسي وبعد قد ما فيك عن أي تشنج، وانتبهوا من التأخيرات ومن التأجيلات. وهيك بنكون نهينا الأبراج لهيدا النهار، ودايما برجك مع رولا أحلى أكيد. شوفكن على خير، باي.